قصدت أبواب الأغنياء يبقى الباب الوحيد الذي لا يوصد هو باب الله. أيا حبيب، لا يقلق في الحياة من كان له أب، لا يقلق في الحياة من كان له أب، فكيف يقلق من كان له رب؟ الله لا ينسى دمعتك في الليل، لا ينساها. الله لا ينسى شقاك في الحياة وأنت تبحث عن قوت عيالك، الله لا ينسى. الله لا ينسى سهرك في الليالي وأنت تفكر في سداد دينك، الله لا ينسى. الناس تنسى، قد تنام مهموم وجارك لا يعرف من أنت ولا يعرف بماذا تفكر، لكن الله يعرف، ولكن الله يعلم. ينام الظالمون، ينام الأغنياء، ينام السارقون في هناء وأنت تنام على ضيق وعلى ضجر، لكن من الذي يرى ومن الذي يعلم؟ إنه الله، والله سبحانه وتعالى سيجيبك، سيعطيك، سيدهشك بالعطاء. الله معك، الله معك، الله معك، فلا تحزن. شعارك لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. عليك أن تعلم أن الله ما خلق الحزن إلا لأجل الفرح. ما غاية خلق الحزن؟ أن يأتي الفرح. وما غاية خلق المرض؟ أن يأتي الشفاء. وما غاية خلق الفقر؟ أن يأتي الغنى. لماذا جاء الفقر؟ إلا لأجل أن يأتي الغنى. وإلا لماذا جاء الظلام؟ إلا لأن يأتي الفجر. دون الحاجات أي الذين أتعبهم الوقوف على أبواب الأغنياء، هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ يا من أتعبك الوقوف على أبواب الملوك، الله يناديك كل ليلة، هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ ملفك الذي تعبت سنوات ويذهب من وزارة إلى وزارة ومن إنسان إلى إنسان وتبحث من واسطة إلى واسطة، الله يقول لك هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ إن كنت مؤمنا موحدا بالله، الله لا يضيق عليك الحياة كرها، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يربيك وأن يربيني وأن يروضنا في الحياة. الآن الوالد هل يضرب ابنه كرها أم حبا؟ يضربه حبا. والمدرس، الوالد، الوالدة، لا تضرب ابنها إلا حبا. الله جل في علاه وله المثل الأعلى، لا يضيق علينا الحياة إلا حبا. حتى الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يتركك في الحياة، يتركك، يراك تذهب إلى فلان، تطرق باب فلان، تبكي على باب فلان، تشكو إلى فلان، يتركك، اذهب، اذهب، اذهب إلى فلان واطرق باب فلان، وفي النهاية الله ينتظرك. بيت مني امهم، مني باهم، مني خويهم الكبير، مني كل شيء في الدار انا اللي خاصني نقوم بهم، لان الزوج ديالي كما عارفين المتابعين ديالي، الزوج ديالي مريض وشد الفراش. السلام عليكم متابعين قناه حسنيه فلوق، مرحبا والف مرحبا بكم، وشكرا جزيلا لكم خوتي وخواتاتي على التفاعل ديالكم مع اخر فيديو. كنبغي نقول لكم شكرا جزيلا لكم، احتراماتي لكم، اللي كنبغي نشكر المتتبعين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن والجزائر، خاوه خاوه ما بيناتنا عداوه، الحمد لله. تونس والدول العرب بصفه عامه كنبغي نشكركم، وكنشكر المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن على المجهودات ديالكم، وانا ثايقه فيكم بزاف، لان المغاربه الا داروا اليد في اليد اكيد غادي يوصلوا اختهم حسنيه اللي انا اختكم. حسبوني اختكم، حسبوني بنتكم، حسبوني امكم، حسبوني كيف ما بغيتوا تحسبوني. اسمحوا لي كنبغي نرتاح شي شويه حيت ما كنقدرش نفورت على راسي بزاف. استغفرت الله يا ربي تحتك. شكرا لكم بزاف خوتي وخواتاتي على التفاعل ديالكم، على اللايكات ديالكم، على لي كومونتير ديالكم. اختي خويا الله يرحم لكم الوالدين، ويا ربي يرزقكم جنه الفردوس الاعلى. يا ربي كندعي معكم في السجود كاع الناس اللي كيبغيو حسنيه فلوق، كندعي معكم الله يسهل عليكم والله يوفقكم في الدنيا وفي الاخره. هبط اختي ديري واحد اللايك، ديري واحد اللايك، وهبطي ديري واحد الكومونتير، جوج كومونتيرات، 10 د الكومونتيرات، علاش ما قدرك الله سبحانه وتعالى كتبوا، وربي الحبيب يجعلها لك في الميزان المقبول. اختي وخويا الكومونتيرات واللايكات هما اللي كيطلعوا لي فيديو وكيزيد يتشاف عند الناس وحدين اخرين. شكرا لكم على الدعم المتواصل ديالكم، شكرا لكم بزاف خوتي وخواتاتي. اش غادي نقول لكم اخوتي وخواتاتي؟ الحياه لا تقبل الضعفاء،
هيا انهض يا حسنيه. حسنيه واخا مريضه ما غتمشيش تنعس، حيت انا ما عنديش علاش نعس، ما لقيتش علاش نعس. علاش؟ لان حسنيه هي الركيزه ديال الدار دابا حاليا، حسنيه هي الام، حسنيه هي الاب، حسنيه هي الاخ الكبير في الدار اللي خاصني نقاوم، وانا ما عندي حتى شي حد اللي غيوقف معايا ولا يعاونني، ولا عندي الله سبحانه وتعالى، وعندي المتتبعين ديال حسنيه فلوغ اللي كنبغي نشكركم شكرا جزيلا لكم خوتي وخواتاتي على المجهودات المتواصله ديالكم، على الكومونتيرات. البارح كنقرا لي كومونتيرات، بقيت كنقرا لي كومونتير ديالكم حتى الجوج الليل، وانا كنقرا لي كومونتير بواحد الفرحه، واحد التشجيع. بزاف الناس مساكن اللي اتصلوا بيا، اللي كتبوا التعاليق، اللي كيقولوا لي حسنيه شنو ديري، الوصفات اللي كيعطيوني شنو ديري شنو ديري، اللي كنقول لكم شكرا جزيلا لكم، الله يجعلها لكم في الميزان المقبول. ولكن كنقول لحسنيه هيا انهض يا حسنيه، الحياه لا تقبل الضعفاء. حسنيه خاصها تكون قويه وخاصها تكون واقفه. علاش؟ لان عندي وليدات، عندي 4 الاطفال خاصهم ما ياكلوا وما يشربوا، خاصني نخلص الكرا 1500 درهم ديال الكرا، الماء والضو المصروف. حسنيه ما خاصهاش تنعس، كما شفتوني انا الصباح بكري صبنت الحويجات، طلعتهم نشرتهم، حطيت الاولاد يفطروا. اليوم السبت، الدراري ما قاريينش والحمد لله. غادي نمشي نخدم واحد الخدمه اللي اليوم السبت، الوليدات ما قارينش، غادي نخليهم في الدار ونمشي نخدم واحد الخدمه، لان حسنيه ما عندهاش علاش تنعس. حسنيه ضروري كيخصها توقف على رجليها، حسنيه ضروري كيخصني نشري الدواء ليا ونشري الدواء للزوج ديالي والطبيب والتحاليل والمسائل، وراكم عارفين اخواتاتي ما عنديش علاش غادي نعس. خاص حسنيه تكون قويه، خاصني نوقف، خاصني هادشي اللي كاين اخواتاتي، وبتشجيعات ديالكم اللي كيزيدوا يوقفوني على رجليا مره واحده اخرى. واخا كنطيح كيتحرد فمي مع التراب والحجر، وكنجمع الوقفه والنوض. هكا خاصها تكون الحياه، وهكا خاصنا نكونوا. واخا ها انا غادي نبقى اخواتاتي سد عليا، وكنبكي في جيه، وراجلي كيبكي في جيه، هو مريض في جيه وانا مريضه في جيه، شنو غادي ندخلو؟ ما غادخل عليا حتى شي حاجه. كان الوالد ديالي الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار المبارك عند الله، ويرحم والدي المسلمين اجمعين، كان كيقول لينا ملي كنا صغار، كان كيقولنا عام ديال النعاس ما يشريلكش مد النخاله. زعما واخا تنعس عام كامل 12 شهر، حتى النخاله ما حتى زعما كيلو ديال النخاله ما غاتشريش، مد ديال النخاله ما غاديش تشري. النعاس ما غايشريلك حتى شي حاجه. انا ضروري كيخصني نقاوم ونوقف على رجليا، وبالمجهودات بالتوفيق من الله والمجهودات المتتبعين ديالي غادي يوصلوني، بالبارطاج ديالكم، باللايك ديالكم، بالوقفه ديالكم معايا. اللي كنبغي نشكركم شكرا جزيلا لكم خوتي وخواتاتي، الحمد لله على كل حال. الحاجه اللي كتجينا من عند الله سبحانه وتعالى الحمد لله عليها، حاشا ربي باش يعطينا شي حاجه اللي غدرنا. ربي الحبيب كيعطينا غير شي حاجه اللي غادي نستنفعوا بها. وكل ما ضيقت، كل ما ضيقت، وكل ما وصلتي للحافه باش تطيح، لكن ربي الحبيب بالتوفيق منه غادي نوقفوا مره واحده اخرى. اي واحد عنده شي مشكل، صبري اختي العزيزه وصبر اخويا العزيز، وبالتوفيق من الله ربي الحبيب غادي يحيد علينا اي حاجه خايبه، وغادي تجي الحاجه الزوينه. كل ما ضيقت، كل ما ضيقت غادي تفرج باذن الله. كل ما ضيقت عليا الدنيا كنفرح وكنقول الحمد لله يا ربي، كل ما ضيقت ربي الحبيب غادي يفرجها. وكل ما طال الليل غادي يجي الصباح، كل ما طال الليل غادي يصبح النهار. الحمد لله خوتي وخواتاتي، غير الانسان يكون الايمان ديالو قوي بالله سبحانه وتعالى. يعني ما نكذبش عليكم نقول لكم راني زعما انا راه بكيت صراحه الله فاش لقيت الخبر ديال التحاليل، بكيت بزاف وخويت، لان الا ما بكيتش غتبقى داكشي لداخل، ضروري مره مره خاصنا نبكي وخاصنا نخوي، وإلا ما بكيناش وما خويناش راه صافي غنطرطقوا. حنا كنبقاو انسان، ما كنخدموش بالضو ولا كنخدموا بالحجر، راه حنا كنبقاو بشر وكنبقاو انسان. وكنبغي نشكر المتابعين كاملين، وكما قلت لكم خوتي وخواتاتي انا بكيت حتى غرقت في دموعي ومسحت دموعي، وقلت حسنيه نوضي جمعي الوقفه، راه عندك مسؤوليه. سمحوا لي، راه عندك مسؤوليه كبيره ديال الوليدات، ديال هادي ديال هادي ديال هادي. الحمد لله خاصني نكون قويه، وخاصني نخوي راسي من فكره المرض. الا بقيت كنفكر في المرض بحال غنزيد نمرض، بحال غنزيد نضعاف. انا غنبقى ساده عليا انا في جهه وراجلي في جهه، وكنبكي وكنفكروا في المرض ما عندنا. لا بالعكس، خاصني نخوي راسي من المرض. انا دابا كنحاول نقنع راسي وبراسي، كنقول لا حسنيه انت ما مريضاش، خاصك تنوضي. واخا طيحي خاصك تنوضي وتجمعي الوقفه، واخا طيحي خاصك تنوضي وتجمعي الوقفه، ونوضي جمعي الوقفه، ونوضي وقفي مع ولادك، ونوضي خدمي على ولادك، ونوضي جيبي لولادك ما ياكلوا. انا ما عنديش الشركيزه اللي غتوقف معايا، ولا شي حد اللي
زعما اللي غيوقف معايا عندي الله سبحانه وتعالى، وعندي المتتبعين ديالي اللي كنحماق عليكم وانتم كتبغيوني وباغي لي الخير وباغيني نوصل بالتشجيعات ديالكم بلي كومونتير ديالكم الزوينين اللي كنبغي نشكركم بزاف بزاف. لان الوليدات ضروري كيخصهم تربيه، كيخصك تهضري معاهم واخا مقلقه ولا معذبه ولا دراري صغار ما كيعرفوش مساكن، راه كيخصك تلعبي معاهم تضحكي معاهم تنشطي معاهم تفرحيهم الحاجه اللي يقولوها لك خصك تجيبيها ليهم. غير هو ما خصنيش انا بعدا حاليا ما كنعلمش لولادي باش يكلفوا عليا شي تكلفات اللي فوق الاستطاعه ديالي. انا وليداتي ما شاء الله تبارك الرحمن ما كيكلفوش عليا مسكنين داكشي اللي لقاو بسم الله الحمد لله. لان فاش كيكون الانسان انا دابا هي ربات بيت مني امهم مني باهم مني خويهم الكبير مني كلشي في الدار، انا اللي خاصني نقوم بهم لان الزوج ديالي كما عارفين المتابعين ديالي الزوج ديالي مريض وشد الفراش، والناس اللي كيسولوا على الحاله ديالو الحمد لله راه في تحسن اللهم لك الحمد. وشكرا بزاف لكم على السؤال اللي كتسولوا عليه وكتسولوا عليا وكتفرحوا ليا فاش كنفرح وكتقنطوا فاش كتضيقوا فاش كنضيق. كنقول لكم شكرا لكم بزاف والحياه لا تقبل الضعفاء. هيا انهض يا حسنيه، حسنيه كيخصها تنوض وتجمع الوقفه وتحرد فمك مع الحجر والتراب وجمع الوقفه ونوض عليك باش تقدر تخدم على وليداتك. هذه هي حسنيه فلوغ ونتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى ومن المتتبعين ديالي. وكما قلت لكم خواتاتي انا ولادي ما زعما ما كيكلفوش عليا شي تكلفات اكثر من الاستطاعه ديالي. كنمشي الا كانت الدنيا معنا مزيانه راه حنا كنمشيو معاها مزيانين، كانت الدنيا تعوجات بينا راه حنا كنتعوجوا معاها، وهذه هي الحياه. وتا شي واحد ما لقاها كيبغاها من غير الخالق سبحانه وتعالى، ولكن طلب الحي الذي لا يموت باش يوقف معايا. وبالتقرب من الله سبحانه وتعالى غادي تولي هادشي غير معاوده وغيبقى هادشي غير ذكريات في الحياه. وخا صراحه وليت كنعيا بزاف وليت كتجيني السخفه بزاف في الخدمه وداكشي، ولكن ما عندك ما دير. انا يا دابا كما قلت لكم اليوم السبت وليت ما قاريينش غادي نمشي نخدم واحد الخدمه. طلعت صبنت وطلعت نشرت الحويجات ودابا غادي نصور معكم هذا الفيديو غادي نمشي نخدم واحد الخدمه دغيا بالزربه ونرجع. لان قلت لكم حسنيه ضروري كيخصها تكون واقفه على رجليها، ضروري كيخصها تكون خويراتي من المرض. راه الا بقيت كنفكر في المرض والله حتى غادي نموت، وما خصنيش نفكر نبقى نقول لا راه غادي نموت لا راه عندك يكون شي مرض خايب لا لا لا، لان الموت مره وحده غادي نموتوا في الحياه، ما غاديش نموتوا بزاف د المرات ولا غادي نموتوا نموتوا ونعاودوا نموتوا. الا جات الموت مرحبا بها، ما عندنا ما نديرو. راه النهار اللي محدد لنا العمر راه غادي يوصل، النهار اللي غيتحدد العمر راه داك النهار ما غتزيد فيه حتى دقيقه من موراه، يا بالمرض يا بلا مرض. راه شحال من مره كينوض المريض وكيموت صحيح، راه شحال من واحد كيكونوا مقابلين للمريض واللي مقابل للمريض كيموت قبل المريض. والحمد لله وهذه هي الدنيا وهذه هي الحياه. وقبلوا عليا اخواتاتي الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير، وخليوا لي الكومونتير ديالكم كنتسنى الكومونتيرات ديالكم. جوج كومونتيرات واحد عشرة شحال ما قدركم الله، الله يجعلها لكم في الميزان المقبول. اللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم هما اللي باش غادي نوصل ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم جزيلا. حتى اللي ما قدرش يتفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر غير تكوني مشغوله اختي تلقيه في الكوزينه وخليه يدوز من الاول حتى الاخر الله يجازيكم بخير. بزاف الناس مساكن اللي كيتلقوا الفيديو كيبقاو خدامين في الكوزينه وكيتفرجوا في الفيديو كيتلقوه من الاول حتى الاخر باش كيعاونوني في الاشهارات الله يجازيكم بخير. المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن والجزائر وتونس والدول العرب بصفه عامه، شكرا لكم بزاف على الوقفه ديالكم معايا. وانا كما قلت لكم اخوتي فقر الدم راه صعيب، راه ماشي شي حاجه سهله، راه اصلا باينه في وجهي، يعني في وجهي راه ضعاف وجهي بزاف، وليت نقصت في الوزن بزاف، والميكرو في الدم حتى هو ماشي شي حاجه سهله. ولكن ما عنديش علاش غنعس، انا غنعس شنو غياكلوا ولادي؟ لا بالعكس خاصني نكون قويه، وبالتوفيق من الله والمجهودات ديالكم نتوما اللي كديروا معايا زيدوا شجعوني. وكان خوي راسي من المرض كنقول لا انا ما مريضاش، انا ما مريضاش، خاصني انا نوقف، خاصني انا نقوم بولادي، خاصني انا نكون راجل ومراه وكل شيء. خاص حسنيه هي اللي خاصها تنوض وتوقف وتخدم على وليداتها، وهذه هي الحياه. سمحوا لي اخوتي كنرتاح شويه ما كنقدرش نفرسي على راسي بزاف اكثر من القياس، سمحوا لي الله يسهل عليكم. قلت لكم اخواتاتي هذا الميكروب اللي عندي في الدم من التوكال، وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل. في اي واحد كيادي خوه المسلم ما كنجبد حد، ما كنتعدى على حد، ما كنقيس اخوتي حد، سادة عليا بابي وما كنهضر مع حد، ما كنديها في حد، سادة عليا بابي ومقابله وليداتي. يعني الانسان كيأديك وانت ما داير له حتى شي حاجه،
الانسان كيتوشيك وكيقيسك وانت ما داير له حتى شي حاجه. انا اخواتي ترى عندي التوكال، وكنت ديجا مشيت في رمضان مرضت واحد المرضى خايبه، يعني الناس القدام راهم عارفين معايا، راهم عارفين المرضى اللي كنت مرضت في رمضان، مرضت واحد المرضى صعيبه بزاف، وصلت للموت، ومشيت عند طبيب اختصاصي ديال المعده، دوز لي ب 300 درهم وقال لي عندك شي حاجه في المعده ما بايناش. داكشي علاش كنقول لكم اخواتي الاطباء راه ماشي كاملين الاطباء كيطيحوا لك في المرض ديالك، ولا كاملين كيعرفوا المرض ديالك الحقيقي. انا قلت لكم مشيت درت التلفازه في رمضان عند طبيب اختصاصي ديال المعده، وقال لي عندك شي حاجه، عندك القولون العصبي، عندك شي حاجه في المعده ما بايناش مزيان. يعني شنو هي هاد الحاجه؟ انت طبيب خصك تفسر لي شنو هي هاد الحاجه. ولكن ملي مشيت لهاد الطبيب اللي كنعطيه التحيه وبرافو عليه، واخا ما كيدوزش غالي، يعني كيدوز شويه، المهم النصف داك الشيء ديال كيدوز ب 3000 باش كيدوز، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله. طبيب مزيان، طبيب يعني بحرشه في الحاله ديالي، قال لي فيك غير الجلود ما فيكش الشحمه نهائيا، ضروري خصك دير لي هاد التحليله وهاد التحليله وهاد التحليله وهاد التحليله وهاد التحليله. عطاني 5 ديال التحليلات والحمد لله لقيت المرض ديالي. لو كان كنت يعني في رمضان درت، كون داك الطبيب عطاني التحاليل في رمضان كون عرفت المرض ديالي من رمضان لهنا. دابا رمضان وشهر الفطور وبوجليب والعيد الكبير والعيد العيد الكبير والعيد الصغير، ما تدوش عليا ربي اللي عالم بيا. رمضان وشهر الفطور وبوجليب والعيد الكبير والعاشور، ايوا الدراري قلت لكم رمضان وشهر الفطور بوجليب والعيد الكبير والعاشور وشهر العاشور والمولود، يعني 7 شهور هادي كون راني تشافيت وكون راني برات. ولكن اخواتاتي ما عطانيش التحاليل، ولكن هاد الطبيب مسكين محرشه في الحاله ديالي عطاني التحاليل، والحمد لله انا دابا عرفت المرض ديالي وغنستعمل الدواء ديالي ان شاء الله باذن الله. مازال ما خديتش الدواء، ولكن ان شاء الله غير ناخذو غادي نستعمل الدواء ديالي وغادي نتشافى باذن الله. ربي كبير ورحمته واسعه، ربي كبير الحمد لله، وعسى ربي الحبيب باش يعطينا شي حاجه اللي غادي تضرنا، بالعكس ربي الحبيب ما غيعطينا غير الحاجه اللي غادي تنفعنا، غير الحاجه اللي غادي نستافدوا منها، غير الحاجه اللي كتقربنا منه اكثر، والحمد لله والشكر لله. خوتي وخواتاتي اللي كيدير شي حاجه لخوه المسلم الله ياخذ فيه الحق، حسبي الله ونعم الوكيل في الانسان اللي كيادي خوه. الانسان خوك المسلم ما هز ما 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 عرفتش، انا الانسان ما كيدير لك والو، ما كيقيسك، ما كيجبدك، ما كيتعدى عليك، غير من شان الحقد والحسد بنادم يمشي يدير واحد الحاجه اللي خايبه وتادي. ما فكرتو في ولادي، ما فكرتو فيا، ما فكرتوش فيا انا، فكروا غير في هاد الوليدات. كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، والله ياخذ الحق في كل ظالم كيظلم خوه المسلم. خوتي وخواتاتي المتتبعين ديال قناه حسنيه فلوغ، نتوما هما العائله ديالي الحقيقيه، اللي كنقول لكم شكرا جزيلا لكم، ومع احتراماتي لكم المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن والجزائر وتونس والدول العرب، وكنقول لكم بالسلام عليكم وتهلاو في راسكم. ما تنساوش اللايكات للفيديو والبارطاج مع الحباب والاصدقاء، وهبطوا لتحت كتبوا كومونتير تحفيزي كتاخذوا عليه اجر، لان انت فاش اختي كتكتبي لي كومونتير وكتحفزيني وكتقول لي حسنيه كوني قويه، حسنيه بغينا نشوفوك قويه كيف ما دازوا عليك المصائب اكثر من هذا الشيء وصبرتي ووقفتي، حسنيه بغينا نشوفوك قويه. شكرا لكم خواتاتي بالمجهودات ديالكم، بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى غادي نوصلوا، وشكرا لكم وبسلامة عليكم وتهلاو في راسكم. والانسان دائما يكون صبار، الصبر مفتاح الفرج، الصبر حبيب الله. انا البارحه هضرت مع امي ومسكينه امي كتبكي، يعني ما بغيتش نقول لها المرض ديالي، ولكن بقى بالها، وكل مره تقول لخويا صوني عليها صوني عليها باش تقول لنا شنو، بحيث قلت لها راه غادي ندير التحاليل. انا ما نويتش الصراحه هذا الشيء غادي يكون، نويت غيكونوا التحاليل مزيانين، وكل مره تقول لخويا صوني، قلت له بدي بلا ما تقولها ليها. والبارح فاش هضرت معها ما بغيتش نقولها لها، ولكن بقى فيا الحال، وبقات هذه البلاصه هذه كضرني، وهي مسكينه فرحانه وكتقول لي الحمد لله. قلت لها ما عندي والو، رحت قلت لها امي راه شنو شنو، وبقات كتبكي مسكينه وداك الشيء. قلت لها لا امي ما تبكيش، انت قلت لها انت اللي تشجعيني وتهضري وتقولي لي نوضي، حيت امي راه ما بقاتش معايا، راه جلست معايا يمكن شي 5 ايام ومشات، حيت بزاف الناس كيتسحب لهم امي راه مازال معايا، راه امي جلست معايا شي 4 ايام ولا 5 ايام ومشات، حيت عاوتاني الدار لي هنا راكم عارفين اخوتي، ما كاينش اللي غادي يجلس مع اخوتي يطيب لهم. خويا الصغير غير بوحدو ما كاينش، واخا كاين خويا الاخر اللي ساكنين حدانا، ولكن مرتو راه بوحديتها، ولكن الحمد لله والشكر لله. خوتي وخواتاتي الله يحفظكم ليا والله يسهل عليكم، كنحماق عليكم وراكم كاملين في القلب، متتبعين ديال حسنيه فلوغ كاملين في قلبي، وربي شاهد عليا، وكندعي معكم في السجود، كنكون ساجده ولله سبحانه وتعالى، وكندعي معكم، كنقول كاع المتابعين ديالي اللي كيبغيوني واللي كيشجعوني واللي باغيني نوصل واللي كيوقفوا معايا، ربي غادي يوقف معكم، كونوا اكيدين، لان الانسان اللي كيبغي الخير لخوه المسلم ربي الحبيب عمرو ما غيخيبه. تهلاو في راسكم اخواتاتي، وشكرا جزيلا لي.